هي زي ما استاذ حسين قال, هو الجيل الجديد وانا الجيل القديم. فيعني انا عجبتني المقوله دي فعلا, ان هو فعلا جاي برغم ان هو كان رئيس المهرجان من 20 سنه, هو جاي السنه دي بفكر مختلف وبفريق من الشباب في قيادات الاماكن المختلفه من المهرجان. وبرنامج انا النهارده سعدت جدا بالاعلان عن افلام مهمه, وبرنامج طموح جدا, وضيوف مهمين, يعني فيلم الافتتاح او افلام المسابقه او حتى الافلام خارج المسابقه كلها افلام كبيره. وكمان 26 عرض عالمي اول او دولي اول, انا شايف ان ده برضو حاجه تحصل للمهرجان. وسعيد بالفعاليات بتاعت عين القاهره صناعه السينما جدا, والجوائز والورش والندوات والحاجات دي كلها. انا شايف ان هو فعلا بيبني على اللي حصل قبل كده, وبيضيف كمان كتير. والناس الفريق الموجود يعني انا شايف ان هم خبراتهم فعلا بتخليهم كل سنه يعملوا افضل من السنه اللي قبلها. يعني هم يعني ناس كلهم على مستوى عالي من الكفاءه والاخلاص للمهرجان. يعني حضرتك شايف تتواجد السنه دي كمنتج ومشارك في فيلم في المهرجان, دي كانت فرصه كبيره ان انت تسيب اداره المهرجان عشان تقدر تشارك بافلامك؟ والله ما حسبتهاش كده, بس انا كنت يعني 4 سنين كنت مكتفي جدا بالقدر ده من يعني من الشغل في المهرجان, وكنت حاسس ان لازم يبقى في دم جديد. طبعا يعني ده في الاخر قرار وزارة الثقافة, وكان قرار يعني انا شايف انه كان قرار عاقل جدا وقرار سليم جدا, الاستعانة بخبرة استاذ حسين فهمي. وانا المرة دي جاي كمنتج يعني, فدي حاجة بالنسبة لي اسهل بكتير, لان انا ما عنديش مسؤولية ادارة حدث بالحجم ده, وانا شلت المسؤولية دي 4 سنين. فانا جاي النهاردة استمع فقط, جاي متفرج, جاي مشارك, مش جاي كمسؤول او مدير. يعني حضرتك شايف ان وجود افلام انترناشنال او وجود افلام من ثقافات اخرى ده هيقرب ثقافات مختلفة من الثقافة المصرية؟ هو ده هدف المهرجان, يعني الواحد بيتعرف على الاخر من خلال السينما بتاعته. يعني الثقافات المختلفه, خمسه تقريبا 54 دوله او حاجه, 50 دوله, واحنا كنا دايما حريصين ان التنوع, وال ان احنا يعني حتى الافلام المخرجات يعني كنا دايما حريصين يبقى في كوتا معينه او يبقى في نسبه معينه لافلام المخرجات, واحنا كنا ماضيين على اتفاقيه بتسعى الى ده يعني. وعشان كده شايفه برنامج متوازن جدا صراحه. شكرا.